الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. قالت صحيفة ذا ناشونال إن القطاع العام في العراق يفقد بريقة، خاصة أن الحصول على الوظائف الحكومية بات حلما بعيد المنال للشباب وآلاف الخريجين العاطلين عن العمل بالتزامن مع غياب دور القطاع الخاص وتهميشه. وأضافت الصحيفة أن الحكومة تخطط لتسريح العديد من الموظفين في غضون 10 سنوات بناء على انخفاض متوقع في عائدات النفط وسط انتقال عالمي إلى الطاقة النظيفة، في حين يشعر الشباب بإحباط كبير بسبب الفساد المستشري في الحكومة والرواتب المبالغ فيها لكبار المسؤولين. ولفتت الصحيفة إلى أن بطالة الشباب وصلت هذا العام إلى 36%، ومع وجود 2,500,000 عاطل عن العمل في حاجة ماسة إلى وظائف. قالت وزارة التخطيط الحالية إن التضخم في العراق يعود إلى سببين رئيسيين هما الاستيراد وانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي. وأضافت الوزارة أن العالم يشهد انقطاعا في بعض سلاسل التوريد، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات التضخم عالميا، وبالطبع سيتأثر العراق بذلك، لا سيما أن الكثير من المواد المستوردة سواء كانت إنشائية أو استهلاكية. يذكر أن العراق احتل المرتبة الخامسة بأعلى معدلات التضخم عربيا خلال عام 2021 وفقا لمجلة فوريس للشرق الأوسط. جددت لجنة النزاهة النيابية السابقة اتهامها للحكومة بالتسبب في زيادة معاناة الطبقة الفقيرة في العراق نتيجة خفض قيمة الدينار. ونقلت وسائل إعلام عن أعضاء في اللجنة تأكيدهم أن المتضررين من رفع أسعار الدولار وخفض سعر الدينار هم الطبقة الفقيرة والكادحة الذين لا يجدون قوت يومهم، داعين إلى ضرورة إجراء تعديلات على موازنة العام القادم وتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار وإعادته إلى السعر السابق بعد ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وعدم وجود حاجة للإبقاء على سعر الصرف الجديد. أعلنت وزارة النقل الحالية تخفيض الرسوم المقررة على عمليات تصدير الذهب، كما اعتمدت مطار البصرة الدولي كمنفذ ثالث لاستيراد المعدن النفيس. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المنافذ الحدودية الذي شاركت فيه الشركة العامة للنقل البري، وناقش ضوابط استيراد الذهب عبر مطاري بغداد والنجف والتوجيه بخفض الرسوم على الذهب المعاد تصديره والسماح للخروج بكميات تتناسب مع المستورد. قالت وزارة النفط الحالية في العراق إن صادرات النفط في شهر كانون الثاني القادم ستبلغ حدود 3,300,000 برميل نفط يومياً عدا الصادرات النفطية من شمال العراق. وأضافت الوزارة أن العراق سيلتزم بالزيادات التدريجية التي أقرها الاجتماع لمنظمة أوبك بإضافة 40,000 برميل على حصته السوقية لكل شهر بناء على معطيات السوق التي تفرزها المحادثات والأبحاث. شهدت أسعار النفط تراجعاً واحداً بنسبة 1%، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 12 عاماً بحسب خبراء اقتصاديين، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي العالمي من الركود الذي سببه فيروس كورونا. وسجل اليوم الأخير من عام 2021 استقرار العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 53%، بينما تتجه العقود الآجلة لخام الأمريكي لتحقيق ارتفاع بمعدل 57%، وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ عام 2009 عندما صعدت الأسعار بأكثر من 70%. والآن إلى أسعار العملات مقابل الدينار العراقي.
ختام الموجز، إلى اللقاء.